اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هنعمل النهارده اكله جديده اسمها تغميزه السي فود، وهنعمل معاها شوربه بطاطس. نروح نشوف المكونات والطريقه، يلا بينا. نقول على مكونات تغميزه الجمبري او تغميزه السي فود: سبانخ، فلفل الوان، جبنه شيدر، جبنه كريمي، بقدونس، صوابع كابوريا مصنعه، زبده، بصل، ثوم، جمبري، جبنه موتزاريلا، هالوبينو، بابريكا، وكرفس. المكونات دي شكلها كتير قوي، بس الناس اللي بتحب السي فود هتتبسط قوي من الاكله دي. الاكله دي بتبقى عباره عن زي ما نقول كده شبه البطاطس المهروسه، لكن بتبقى كلها على بعضها، الجبنه بالجمبري بكل حاجه بتبقى كلها مع بعض. هبطل كلام وابتدي اشتغل احسن. وكلها بتتعمل في طاسه واحده. ممكن لو عايزين نعملها بطريقه تانية بعد ما نخلصها نعملها ونحطها في صينيه تدخل الفرن والجبنه تسيح، بس انا هعملها دلوقتي كلها مره واحده هنا، هتلاقوها لذيذه قوي. وطبعا عشاق السي فود اكيد هيبقى بالنسبه لهم الحراق حاجه كويسه قوي، فهو ده اللي هنعمله في بالفلفل الهالوبينو او الفلفل الحراق. هناخد بس واحده او يعني حته من كل لون علشان تخلي الالوان كده شكلها ظريف. نقطعهم كلهم مره واحده. دي ممكن تروح على النار بالطول كده، دول كفايه قوي. نجهز كل حاجه، نرتب افكارنا، تبقى العمليه سهله ولذيذه. بحوالي 3 معالق زيت. ليه 3 معالق زيت؟ هتحس ان هم كتير بس المكونات كتيره قوي. والسبانخ لفه كده، وبعدين يتقطعه صغير. السبانخ المستوردة دي شكلها حلو بطريقة يعني بتفتح النفس، طبعا بتتاكل ناية عادي خالص. تمام. البصل، الفلفل. بعد بقى ما هنخلص تسوية كل المكونات، كل ده بيتحط في بوله كبيره مع انواع الجبنه وهو لسه دافي، كله بيمتزج مع بعضه بيطلع حاجه خطيره. حط بس ملح قليل قوي عشان عندنا نوعين جبنه، الموتزاريلا مش حادقه لكن الجبنه الشيدر هتبقى حادقه. خلي دي معانا كده. انا ما بقولش على العيش التوست في المكونات، بس طبعا يعني لو التوست مش متاح نستعمل اي عيش تاني، المهم نلاقي حاجه ان احنا نغمس بيها. يبقى عندنا فصين ثوم، شرايح كده، خليه شويه عشان ايه، محتاج بس البصل والفلفل يطروا. عندنا ايه تاني؟ نشيل ده وده خلاص. نجهز صوابع الكابوريا، يعني نقطعهم صغير سنه. انا بقى صوابع الكابوريا مش هحطها على النار، يعني هقطعها وهخليها جنبي كده تحط في الاخر، وانا بخلط كل حاجه مع بعض تحط، لان هي مستويه بتتاكل كده سليمه زي ما هي، يعني ده كولد كاتس مستويه. السبانخ، اسف، الثوم الاول وبعدين السبانخ، يعني مش هتفرق قوي نحط الثوم والسبانخ في نفس الوقت. السبانخ الحاجه الوحيده اللي ببقى محتاج ان انا اسويها هي الجمبري. السبانخ المستورده الكبيره دي ما بتبلش زي السبانخ بتاعتنا البلدي، بتبقى تفضل ناشفه سنه، فعشان كده دايما بنستخدمها اكتر في السلطه. ايه دي الكرفس. الكرفس كمان ممكن نستعمله في السلطه زي ما هو، مش محتاجين ان احنا نسويه خالص. طبعا هو اكتر حاجه احنا عارفينها للكرفس ان احنا بنعمله دايما في الشوربه. ادي الجمبري في النص كده، بس في واحده. فلفل اسود للجمبري، سوي.
دول كده في الاخر علشان هيتحطوا مع بعض ويتخلطوا كلهم مع بعض. زبده بقى للي عاوز، انا احط بس يعني معلقه، المكعبين دول معلقه زبده، ده للي عاوز، لو مش عاوزين ودايت خلينا من غير زبده. طبعا حضراتكم عارفين مجرد ما الجمبري لونه بيتغير خلاص نعرف ان هو استوى. انا وسعت له حته كده عشان ينزل على الطاسه السخنه يبتدي يستوي على طول. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، مش كل انواع الجمبري اللي بتستوي لونها بيقلب برتقاني، في انواع جمبري الجمبري الصغير ما بيبقاش برتقاني وبيبقى بينك شفاف او بامبا، مش شفاف، بامبا فاتح. يعني ده كده خلاص على سوا. نقلب بقى كل حاجه مع بعض. تمام. حاسين ان الجبنه مش هتسيح في الطاسه او في البوله اللي هنقلب فيها، مفيش مشكله خالص، ممكن نحط شويه دلوقتي ونحط الباقي لما تخلص. دي البابريكا، لو عاوزين برضو ندخلها الفرن كل الاختيارات متاحه. تمام. فلفل هالوبينو الحراق، لو مش هالوبينو مش موجود فلفل حراق مخلل ينفع كويس قوي برضو. يعني كفايه كده كده شكلها كتير. كده الجمبري لونه بقى بينك فاتح، يعني خلاص نقدر نقول ان هو استوى. بقدونس، ولو مش عاوزين نستعمل اطباق كتيره وبولات كتيره نحط كل حاجه هنا ونقلب من هنا ونقلبها كلها هنا وبعدين نقدمها. عايز ادوق بس الملح كده، حاسس ان يعني ممكن يبقى فيها، لا مش محتاجه ملح، يعني يا دوب فيها طعم ملح بس هي حراقه جدا. تمام. انا هحط كل المكونات الفاضله هنا اللي هي دي علشان ما نستعملش بوله تانية، يعني البوله موجوده جنبي بس برضو علشان ما نوسخش حاجات كتيره. خلاص ناخد بقى الجبنه، جبنه كريمي، يعني جبنه تبقى ممكن القشطه تمشي، الجبنه كريمي تبقى جبنه طريه. وايه دي الشيدر، خلي بقى الشيدر والموتزاريلا جنبي كده علشان لو حبيت ازود شويه كمان هزود، بس انا شايف ان كده كفايه. اسهل شوكه ان انا اهرس بيها الجبنه. دي بقى لو عندنا عزومه او عندنا يعني عزومه بس مش عشاء مثلا، دي بتتحط في طبق كبير والتوست ده يتقطع بالطول كده وايه يتغمس. وعيش بلدي برضو ممكن ينفع، يعني كل العيش المتاح. بشوف حضراتكم ابتدت الجبنه تسيح اهي، بس طبعا يفضل تتقدم سخنه لان لما هتبرد الموتزاريلا هتمسك تاني. ايه دي تغميزه الجمبري او تغميزه السي فود، ممكن برضو نحط كلماري، نحط سمك، نحط اي حاجه احنا عاوزينها. بصوا حضراتكم يعني الجبنه ابتدت تسيح اهي وبقى الموضوع ظريف جدا. محتاج بقى الطبق الكبير ده. خلاص خلي العيش كده بدل ما نقطعه ونحطها هنا على طول. تمام. بس كده عشان تبقى واضحة للكاميرا هنا. حضراتكم الجبنه لما ساحت بقت ظريفه جدا. ناخد كل اللي موجود ده.
ناخد كده كام ورقة نحطهم في جنب الطبق عشان برضو تبقى ايه تمام. يبقى كده عملنا في اول جزء من الحلقة تغميزة الجمبري ومعاها عيش توست. هنطلع فاصل ونرجع نعمل شوربة بطاطس، خليكم معايا بعد فاصل. رجعت حضراتكم من الفاصل، عملنا الأول تغميسة الجمبري، هعمل دلوقتي شوربة بطاطس. نقول مكونات: مرقة خضار، بطاطس مهروسة، بصل، زبدة، شطة، بصل أخضر، وكريمة لباني. علشان نبقى ضامنين إن الأمور تمشي مظبوطة والبطاطس تبقى مستوية، في طريقتين ممكن نعملها بالبطاطس المهروسة، وممكن نعملها ان احنا نحمر البصل والبطاطس مع بعض، بتاخد وقت اطول وممكن يبقى في احتمال ان البطاطس نفسها ما تستويش. فلو حصل ان البطاطس ما استويتش بيبقى يعني بتبقى غلطة مش لا تغتفر يعني. نحط كده ايه طاسة تسخن، نقطع البصل، مش لازم نقطعه صغير قوي لان كده كده احنا هنستعمل يا الخلاط يا الهاند بلندر اللي هو الخلاط اليدوي، ففي الحالتين مش محتاجين قوي ان احنا نخليها تبقى مهروسه قوي. ونبقى بقى مجهزين المرقه، اي نوع مرقه موجود هينفع، اللي هي بس تبقى ايه هتظبط معانا القوام بتاع الشوربه. يعني عايزينها تقيله هنخلي المرقه قليله، عايزينها خفيفه هنزود المرقه. نحط بقى مع البصل نقول معلقتين زبده، وكل كل الطبخه بتبقى بتتعمل في كسرولة واحدة أو في طاسة واحدة. ملح وفلفل وشطة. نفتكر بقى كويس قوي المرقة متملحة متظبطة يبقى خلاص مش هنحط ملح تاني، لو المرقة مش متملحة يبقى هنظبطها بالملح. طبعا شوية من الفلفل، شطة، كده كفاية قوي. وان ايه نخلي بس البصل يطرى شويه، مش عايزين نخليه يسود يعني، يا دوب هيبتدي يطرى. احنا كمان بنستعمل زبده، لو سيبناه اكتر من كده هيبتدي الزبده تتحرق ويغمق، فنلحقها على طول بربع معلقه صغيره من الزيت. وكده خلاص الجزء بتاع النار انتهى، مجرد بس ما البصل بيطرى كده هنحط بطاطس. طبعا دي مهروسة اسهل واسهل، لو مش مهروسة مسلوقة بس ومربعات ماشي، كده كده الخلاط هيعمل النتيجة. خلي بقى ده جنبي والمرقة جنبي، ابتدي هرسها مع بعضيها كده، هزود واحدة واحدة. ونخليها موجودة. هيحصل ايه بقى دلوقتي لو ما عندناش الهاند بلندر او الهاند بلند زي ما بيتسمى الخلاط اليدوي؟ هناخد الكلام ده كله ونحطه في الخلاط، او يفضل الخلاط لان الفود بروسيسر مش هيهرسها كويس، ونبتدي ان ايه نهرس فيها. ده موجود فهنستعمل ده. تمام، واحده واحده. خلي بالنا دايما من الهاند بلندر ده، لو اول مره بنستعمله عاده هيغرقنا في الاول مره، يعني هيبقى بيطلع كل حاجه بره الحله جامد جدا. فنحاول دايما نخليه يبقى غطسان جوه السائل او غطسان جوه الحله اللي احنا بنستعملها، وبالراحه خالص. طبعا كده تقيله جدا، فوانا شغال بقى هبتدي اخففها براحتي. وده زي ما قلت لحضراتكم ده راجع للذوق اللي حضراتكم عايزينه، يعني ممكن تخلوها سايبه خالص وممكن تخلوها متماسكه كويس جدا. وزي ما بقول لحضراتكم كل ما بيكون الهاند بلند ده غطسان في الشوربه او غطسان في اي حاجه، احنا ممكن نبيعها كتير قوي يعني، اغلب انواع الشوربه بتعمل كده او بنستعمل فيها الهاند بلند. انا كده شايف انها لسه تقيله جدا، بس في زرار امان هنا.
طيب نقول بقى مثلا حصل ان احنا شغالين كده لقيناها اتهرست جامد قوي، بقت سايبه خالص. عشان كده انا دايما بسيب شويه عشان اقدر اظبط. لقيتها زادت اروح مزود كمان بطاطس وهرسها، عشان نبقى دايما عايزين نوصل للقوام بتاع الشوربه اللي احنا عاوزينه. انا كده شايف ان هي كويسه، لسه بس محتاجه تتهرس اكتر او تتخلط اكتر من كده. البطاطس من المكونات اللي بتحتاج ملح كتير قوي، فلازم ندوق دلوقتي نشوف ايه الاخبار، محتاجه ملح ولا مش محتاجه. اعتقد انها هتبقى محتاجه يعني. لا مش محتاجه، بس ايه علشان الشوربه او المرقه اللي كانت موجوده فيها ملح كفايه. حط كريمه لباني شويه دلوقتي واخلطهم معاها، وبعدين شويه على الاخر في الاخر كده تزويق بسيط، ده هيخلي برضو القوام بتاعها يبقى ايه يتقل شويه كمان. خليها هنا كده اخر مره. ممكن بقى نضيف عليها اللي احنا عايزينه، ممكن نضيف عليها بروكلي معاها برضو بس مسلوق طبعا. نضيف عليها طماطم لونها احمر هيبقى شكلها حلو قوي، جزر، كوسه، اي حاجه يعني، كل انواع الخضار نقدر تقريبا نعملها شوربه، ما عدا يعني الفلفل الالوان يبقى صعب يبقى شوربه شويه كده. تمام. بصل اخضر عشان التزويق، ده دبلان شويه، نشيل حبه من هنا كمان، عايزين اللون الاخضر ده بس. وطبعا يعني يفضل لو في طبق غامق نقدم فيه شوربه لان لونها فاتح جدا. عندنا طبق غامق اهو، ادي الشوربه. كفايه كده بمعلقه بقى ان ايه ناخد شويه من الكريمه اللباني كده. شوية صغيرين من زيت الزيتون، بس كده جميل قوي. ويبقى اخر حاجة فاضلة ان احنا هنحط عليها شوية البصل الاخضر دول. كده كفاية. يبقى النهاردة عملت في الجزء الاول من الحلقة تغميزة الجمبري، وعملت معاها شوربة البطاطس. ألف هنا وشفا، وشوفوا حلقة جديدة. باي باي.